الآن أدعو السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيم للأمم المتحدة في مصر لإلقاء كلمتها. Allow me to welcome the UN resident coordinator in Egypt, Mrs. Elena Panova. Thank you very much. مصر العربية سيدة إلينا بانوفا صاحب السعادة رئيس الوزراء سعادة الوزير رانيا المشاط السيدات والسادة أود أولا أن أهنئ الحكومة المصرية لامتلاكها الرؤية والاستراتيجية المتينة التي أسست الإطار لهذه المبادرات الناجحة وأود أن أهنئ كذلك كل الشركاء الذين شاركوا من أجل تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع. في الواقع سرني كثيرا كمنسقة أممية مقيمة أن أسمع وأعتقد كل المتحدثين أيضا أنا سرني أنهم قد أكدوا على الانتقال العادل لأن الانتقال سيحدث في مصر لا محالة ومن المهم أن نتأكد من أن هذا الانتقال سوف يكون عادلا ومنصفا وأنه لن يترك أحدا يتخلف عن الركب كأمم متحدة نحن نهتم بثلاثة مناحي هي التي تؤطر دعمنا إلى منصة نوافي والبرامج الأخرى حينما نتحدث عن الانتقال العادل والمنفذ. أولا توفير الدعم الفني من أجل هذا الانتقال الأخضر العادل والمنصف وفي الواقع هذا الدعم الفني هو الأساس والجوهر في هذا المجال وهذا يتضمن الكثير من التحليلات والدعم الذي من شأنه أن يحد من أثر الانتقال والألم وهذا يتضمن التدريب تدريب العاملين وبناء القدرات الذين قد يفقدوا وظائفهم وهذا يتضمن العمل مع الشباب وجيل المستقبل بحيث ينخرطون فيما سوف يعملون فيه في المستقبل الأمر الثاني وهو أيضا تقديم المشورة السياساتية على مستوى صنع القرار والدعم في هذا المجال لأننا يجب أن نوفر البيئة المواتية والملائمة لكل المشروعات التي ينفذها نوافي وتحت مظلة محور الماء والغذاء والطاقة ومن دون ذلك لن نتمكن من أن نضمن أن توجه هذه الاستثمارات والسياسات بشكل مباشر يحدث الأثر في صورة تنمية مستدامة في البلاد. المحور الثالث أو المجال الثالث هو الاستفادة من التكنولوجيات والحلول الرقمية من أجل دعم الانتقال العادي والمنصف وذلك عبر هذا المحور الخاص بالماء والغذاء والطاقة. في القريب العاجل وبالتعاون مع سعادة الوزيرة رانيا المشاط سوف نتشارك في رئاسة ورشة لتناول فكرة نتناقش فيها حول كيفية استغلال الرقمنة والحلول التكنولوجية في دعم التنفيذ الخاص بمشروعات وافي بهذا أود أن أشكركم شكرا جزيلا وأهنئكم جميعا أهنئ الجميع هنا على هذا العام من التنفيذ لمشروعات ومبادرات وافي